من البحث عن الملك الإنجليزي المفقود حتى البحث عن الجواهر المخبأة في الجدران، نعرض لكم هنا أشهر الاكتشافات التاريخية المذهلة التي حدثت أثناء أعمال البناء بمحض الصدفة. في المكسيك طلب من بعض عمال البناء القيام ببعض أعمال البحث والتنقيب لصالح مشروع تنموي بالقرب من شبه جزيرة يوكتان، وقد وجد العمال أثناء الحفر بعض الحجارة الغريبة الشكل الملونة بلون زهري فاتح، فقاموا بإخطار علماء الآثار على الفور الذين أمروا بضرورة إيقاف الحفر، وأعلنوا أن هؤلاء العمال قد كشفوا الستار عن صالة كاملة يعود عمرها إلى 2500 عام مضى، حيث تم إنشاء هذه القاعة لاستخدامها في الاحتفال بمسابقات بعض الألعاب الرياضية الهامة، وذلك في فترة حكم شعب المايا، كما أن هذه القاعة كانت تلعب دورا مهما في الاحتفالات الدينية والملكية، ولهذا كان لابد أن يتم تعديل موقع عمل المشروع التنموي السكني بالقرب من يوكتان، حيث تم اكتشاف ما يقرب من 26 قاعة احتفالات تعود كلها إلى فترة ما قبل حكم الإسبان، فقد اختار شعب المايا هذا الموقع لبناء آثارهم الخالدة. تم اكتشاف فصيلة نادرة من العناكب أثناء الحفر في موقع بناء بالقرب من سان أنطونيو بولاية تكساس، وهو الأمر الذي وضع مشروع البناء الذي تكلف حوالي 15 مليون جنيه في ورطة كبيرة، حيث تبين أن هذه الفصيلة من العناكب فصيلة نادرة لم يسمع عنها من قبل، وتعتبر هذه العناكب من العناكب الشفافة غير السامة والتي يبدو عليها أنها تعيش في الكهوف فقط، كما أنه ليس لديها عيون، وبسبب هذه العناكب أصبح المشروع كله خاضعاً لتصرف قانون حماية الفصائل المهددة بالانقراض، وذلك لأن إتمام المشروع قد يعرض هذه الفصيلة للانقراض بسبب تدميرهم للمكان الذي تعيش فيه هذه العناكب، ولهذا تم إيقاف المشروع كلياً. بعدما تم تدمير مركز التجارة العالمي، اكتشف عمال البناء أجزاء من سفينة كبيرة في الدور الأرضي لمركز التجارة، حيث بدا على هذه الأجزاء الخشبية من السفينة أنها قديمة جداً، ولكن ما الذي كانت هذه السفينة تفعله في هذا المكان تحت مبنى التجارة العالمي؟ قبعت هذه السفينة أسفل موقع إنشاء برجي التجارة بحوالي 20 قدماً فقط، وهو ذات الموقع الذي يتم استخدامه الآن كساحة لانتظار السيارات، وفور إخطار علماء الآثار بالحادث حدد العلماء أن هذه السفينة تم صنعها في فيلادلفيا منذ 250 عام، وعلى الرغم من عدم معرفتنا أي معلومات عن تاريخ السفينة إلا أنها أصبحت اليوم جزءاً من تاريخ مدينة نيويورك، ومن المرجح أن تكون السفينة قد تعرضت للغرق مع العمال في القرن 18، ومن الواضح أن ساحل مدينة نيويورك أخذ يبدأ في الاقتراب أكثر فأكثر من الشاطئ، مما تسبب بدفن السفينة تحت الأرض. عثر في مدينة سامرسيت بإنجلترا على قصر كبير يقدر عمره بحوالي 9000 سنة، كان قد اختفى بشكل غامض، فمرة أخرى عثر عمال البناء المشرفون على تنفيذ مشروع سكني ضخم على هذا القصر، ولكن قبل استكمالهم الحفر وحين تم العثور على هذا القصر اندهش العلماء كثيرا للوصول إلى هذا الاكتشاف التاريخي الضخم، حيث صرح عالم آثار مسؤول أن هذا الاكتشاف نادر جدا، كما أنه يعد الأضخم من نوعه، حيث تبين من الأبحاث التاريخية اللاحقة أن شخصا ثريا ذو نفوذ قوي قد سكن هذا القصر، أو ربما يكون القصر هو مجرد تجمع من الأبنية التي كانت تستخدم في العبادات وإقامة الطقوس الدينية، وقد دعم ذلك أنه قد تم اكتشاف كنيسة أخرى ملحقة بالقصر. عثر العمال القائمون على تنفيذ مشروع سكني في تركيا على ممرات ثم كهوف ثم على صالات أثناء الحفر للقيام ببعض أعمال البناء، ولهذا عملوا على استكمال الحفر حتى اكتشفوا مدينة كاملة يعود تاريخها إلى عام 3000 قبل الميلاد، موجودة في مدينة كابادوسيا، وهذه المنطقة في تركيا معروفة بالمدن الكثيرة المدفونة تحت الأرض، إلا أنه ولأول مرة تم العثور على هذه المدينة تحت قلعة كبيرة تعود إلى العصر البيزنطي، ويقدر أن هذه المدينة كان يسكنها حوالي 20,000 نسمة، وأنها كانت مدينة مهجورة منذ آلاف السنين. عثر على آثار حيوانات الماموث في كل مكان في العالم تقريبا، حيث كان مجموعة من عمال الحفر في مدينة ميشيغان يحفرون الأرض لتزويدها بنظام صرف صحي حينما اكتشفوا أثناء الحفر شيئا صلبا لم يكونوا يعرفون ماهيته، ولذلك عندما أخرجوه من تحت التربة عرفوا أنها عظام ضخمة، ولذلك سارع العمال على الفور بإخطار قسم الحفريات للبحث في تاريخ هذه العظام، وقد استطاع العمال أن يستخرجوا بنجاح حوالي 20% من الهيكل العظمي لهذا الماموث وجمجمته ونابيه وبعض الضلوع المتبقية من جسمه، وتقرر أن يتم منح هذه العظام كهدية لأحد المتاحف لكي لا يستطيع الجميع أن يستمتع بمشاهدتها.
خلال عملية حفر طريق في مدينة فلوريدا، عثر العمال على عظام تعود لمواطنة أمريكية أصلية يعود عمرها إلى 2000 عام مضت. في البداية عثر فريق البحث على أسنانها فقط ولم يندهشوا كثيرا لذلك، ولكنهم عندما أكملوا الحفر عثروا على بقية الآثار وعرفوا حينها أنهم على وشك اكتشاف شيء مذهل، وأن العظام لا زالت كاملة غير أن القليل جدا منها كانت مكسورة بسبب الأعوام الكثيرة التي بقيت فيها مدفونة تحت الأرض. اكتشفت الأبحاث اللاحقة أن عمرها يقدر بحوالي 30 عاما، وبأنها قد توفيت نتيجة لإصابتها بمرض ما. في مدينة بولغراد عاصمة دولة صربيا، كانت أعمال البناء قائمة على قدم وساق حينما تم العثور على قنبلة، ولم تكن كأي قنبلة عادية، فقد كانت تزن حوالي طنا كاملا. يبدو أن الألمان أسقطوها أثناء الحرب العالمية الثانية، وأن هذه القنبلة لا تزال نشطة، ولحسن الحظ أن رؤوس تبريد القنبلة كانت لا تزال موجودة مكانها، مما أتاح للمختصين بسماح بنقلها إلى مكان عسكري بعيد عن السكان، ثم قاموا بتفجيرها في مكان آمن. من الأشياء التي يصعب العثور عليها فعلا أثناء الحفر هو الألماس بكل تأكيد، وهو بالضبط ما حدث لأحد سكان منطقة فريسنو في ولاية كاليفورنيا، حيث اشترى تيم جونز محل مجوهرات وكان يأمل في صنع شيء جديد، إلا أنه طلب من عمال البناء دك المكان رأسا على عقب لكي يقوم تيم بتعديل المكان كله حسب رغباته. حينها عثر أحد عمال البناء على أرفف مخبأة وبداخلها الكثير من أحجار الألماس، ومن المرجح أن يكون هذا الألماس قد تم إخفاؤه عن الأنظار ليس من قبل صاحب المحل، ولكن من قبل الأسرة التي كانت تسكن هذا المكان من قبل.